أنا يعني ما شاء الله يعني سعيدة كثير أكون بينكم وأشوف هالوجوه الطيبة. الله يخليك، يعني أنتوا عن جد دائماً بترفعوا المعنويات، وأنتوا الأهل والإخوان. وفي البداية حابة أنه يعني أنقل تحيات جلالة سيدنا اللي أبو حسين، اللي لما عرف أني حكون بين أهلي وخواتي في أم الرصاص، وصاني أنه أسلم عليكم أنتوا اللي موجودين بالجمعية وكل أهل المنطقة. إن شاء الله دائماً هيك نجتمع بهالوجوه الطيبة على خير وبركة إن شاء الله. يعني المرأة الأردنية في البادية معروفة بنشاطها وبقوة إرادتها، وما يعني ما شاء الله عليكم أنتم مثال. يعني أنتم اجتهدتوا وبادرتوا وطلعتوا على الفرص اللي متاحة في منطقتكم والميزات اللي موجودة في أم الرصاص، وحاولتوا تشبكوها بمهاراتكم وإمكانياتكم، فصارت مشاريعكم ما شاء الله إشي بيرفع الراس، وأنتم بتستحقوا منا كل الدعم. أنتم خواتي، ويعني يمكن إحنا في مسافة بيننا، إحنا بعمان وأنتم هون، بس بتضلكم أنتم قريبين على القلب، ودائما احنا انتم في بالنا، ودائما بنفكر انه كيف ممكن اوضاعكم تتحسن. انا عندي ايمان انه مش المشاريع الكبيره اللي بتيجي بتغير، لا، انتم ادرى بظروفكم وبامكانياتكم وبالاشياء باحتياجاتكم. زي ما بيحكي سيدنا، المبادره لازم تكون جايه من عندكم حتى احنا نعرف كيف نخدمكم. انتم دائما بنعتبركم عماد المجتمع، ولكم منا كل المحبه والدعم، ويسعد هالوجوه الطيبه. الله يخليكم.